هذا اليوم الإعلامي بالنسبة للمؤسسة مبدئيا. نقول لكم هذه الرسالة اليوم. الدولة الجزائرية للمهن هي منتوج الوكالة الوطنية للتشغيل اللي عمل عليه فريق عمل مدة 4 سنوات كاملة وين حضروا هذه المدونة. ما كانش عندها شروط محددة بالنسبة لجميع المؤسسات وما هي الكفاءات المطلوبة في أداء أي مهنة مهما كانت. في وقت مضى إحنا الوكالة الوطنية كيبغيو يدخلوا أي عامل يديروا النفر دمبلوا يجيو ديبوزوها إحنا النيفو دولانا. كان اختلاف كبير بين المؤسسات الوطنية في تحرير عروض عمل. نتفاهموا حاجة الأولى نتفاهموا على الوظائف والمهن. الجريدة الرسمية 79 ديسمبر 2023 كيوبيج لي زومبلوايور دابليكي. احنا مثلا نعطيك على سبيل المثال في المعهد نتاعنا احنا كنحطوا عرض تاع عمل تاع ادمينستراتور على مستوى قال عندنا غادي نوظفوا ادمينستراتور متصرف. اسكو المشروع هذا راه واخد بعين الاعتبار المؤسسة العمومية؟ مصاروا لي زوبريكي وهذا رجال شوية كبار عندهم لا كومبيتونس عندهم لي ميتي بصح ما عندهمش لي ديبلوم. اسكو هادو راهم مسجلين عندكم في هذا البلاتفورم تاعكم ولا لا؟ شاركنا اليوم في يوم إعلامي وتحسيسي حول مدونة الحرف أو مدونة الميتي. أطلعونا على كل حال على الجديد في هذه المدونة وكل متطلبات كيفية إيداع عروض التوظيف على مستوى الوكالة وكذلك الخطوات الواجب اتباعها وهذا تكييفا لهذه المدونة مع متطلبات سوق الشغل ومتطلبات المناصب الممنوحة لكل مؤسسة سواء اقتصادية أو عمومية. الحقيقة يوم كان مفيد جدا واستطعنا من خلال هذه المشاركة الاطلاع على هذه المدونة الجديدة ومقتضياتها حتى يكون يعني الإدماج في عالم الشغل بطريقة علمية وطريقة هادفة لأجل توظيف عروض تكوين في أحسن الظروف.